السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف السادس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الثالث واللي بيكلمني فيه عن الفوكس تايم أور براكتس تايم، وقت التدريب، وده اللي هنتكلم فيه عن القاعدة بتاعتنا. والقاعدة بتاعتنا بسيطة جدا لأنها بتكلمني عن حاجة بسيطة خالص، هي كلمة كان وكلمة كود. كان اللي معناها يستطيع وكود اللي معناها استطاع. كان أو كود الاثنين حبايبي بيجوا وراهم مصدر الفعل بدون إضافات، بس الفرق ان كان بتكلم لي عن استطاع في المضارع، اما كود بتكلم لي عن استطاع في الماضي. وطبعا بيتكلم لي معاها كمان عن verb to be في المضارع اللي هو am و is و are، وبيتكلم لي برضو عن verb to be في الماضي اللي هو was و were، وازاي ان انا بربط was و were بكود و am و is و are بكان. يعني حبيبي انا عارف ان I في المضارع بتاخد am، انا عندي he و she و it، ومعهم كمان الاسم المفرد، كل ده حبيبي في المضارع بياخد is. عندنا we they you، والاسم الجمع كل ده حبيبي بياخد are. يبقى عندي I am في المضارع، he she it مفرد is، we they you جمع بياخد are. اما في الماضي فبلاقي ان I بتروح مع he و she و it والاسم المفرد، وكل ده حبايبي بياخد was. اما we they you ومعانا كمان الاسم الجامع حبايبي، كل ده بياخد في الماضي where. يبقى اذا هيعتمد الاختياري على هل الكلام مضارع ولا ماضي، ولازم برضه اكون حافظ يا ترى كل ضمير من دول وكل اسم بياخد am ولا is ولا are ولا was ولا where في الماضي او المضارع. طبعا من علامات المضارع المهمة حبايبي كلمة now، وطبعا احنا عارفين ان علامات الماضي شكل yesterday يعني امس، وعندنا كلمة last الماضي، وعندنا كلمة ago، وعندنا in the past وان والسنة اللي في الماضي، كل دي حبايبي من علامات الماضي. تعال نشوف مثال كده، يعني لما يجي يقول لي I am is was at the park now. هقول له هنا now معناه ان الكلام مضارع، فما ينفعش طبعا I تاخد was، مال I هتاخد am، عشان كده اقول I am at the park now. لو انا قلت they are were was happy yesterday، هتقول yesterday دي من علامات الماضي، فبالتالي ما ينفعش are، يبقى لي was where، يبقى هروح للذي هلاقيها حبايبي بتاخد where، فعشان كده هقول they were happy yesterday. يبقى اذا الاختياري بيعتمد على حاجتين اتنين، هل الكلام مضارع ولا ماضي، ثانيا ان انا حافظ كل ضمير وكل اسم بياخد ايه. نروح لموضوعنا بقى حبايبي، وهو استخدام كان اللي معناها يستطيع وكود اللي معناها استطاع. الكلام ده هيبقى مضارع والكلام ده حبايبي هيبقى ماضي. قلنا النفي بتاع كان حبايبي هو كانت، والنفي بتاع كود هو كودنت. كده كده حبايبي الاتنين جاي وراهم مصدر بدون تو، يعني ما ينفعش اجيب ورا كان او كانت او كود او كودنت اي حاجة غير مصدر. فلما يقول لي كده هي كود هو استطاع، ويقول لي بلو ولا تو بلو ولا بلوين a bubble، هتقول له مثلا انا هاخد بلو على طول. لما اسالك ليه هتقول لي لان كود بيجي وراها مصدر، ما ينفعش يجي وراها verb ing، ولا ينفع يجي وراها تو المصدر. لما اجي اقول لك she can catch ولا catching ولا to catch a butterfly، هتقول له مثلا هاخد كاتش، ما ينفعش تو كاتش، هتقول لا طبعا لان كان بيجي وراها مصدر الفعل بدون اضافات، فبالتالي هقول شي كان كاتش ا باترفلاي. يبقى اذا حبايبي سواء كان او كود، اول حاجه لازم اعرفها ان الاثنين بيجي وراهم فعل في المصدر بدون اضافات. طيب تاني حاجه بقى حبايبي، ان هو هيتكلم على كان وكود، هل الكلام مضارع ولا ماضي. قلت لو شفت اي علامه من علامات المضارع باخد كان، ولو شفت اي علامه من علامات الماضي باخد كود. يعني لما يديني في الاختيارات كده ويقول لي هي كان كانت كودنت توك وين هي
was one. هتقول اه هنا بقى لازم احكم يا حبيبي، هل الكلام مضارع ولا ماضي الاول؟ اه هتقول لي الكلام ده ماضي، طب ايه اللي عرفك؟ هتقول لي لان في was. was where من علامات الماضي البسيط، was where من علامات الماضي، يبقى اذا كان راحت، كانت راحت، بقى لي يا حبيبي، هتقول لي بقى لي couldn't. يبقى اذا انا بختار كان او could على حسب المضارع او الماضي. مثال تاني حبيبي، لما اقول لي I can ولا could ولا couldn't play football now، هقول له اه. هنا في كلمة ناو، ناو دي حبيبي من علامات المضارع، اه طالما من علامات المضارع يبقى ما ينفعش كود ولا كودنت، هاخد كان. يبقى اذا حبيبي انا بختار من كان او كود على حسب هل الكلام مضارع ولا ماضي. طبعا هو شغلنا في الوحدة اصلا حبيبي بيعتمد على كلمة كود، يعني هو اصلا اصل الجرامر بتاعي في كلمة كود. كود معناها استطاع وبيجي وراها مصدر والنفي بتاعها كودنت. يعني لو انا اديتك جملة كده قلت لك هي كود count to 10، يعني هو استطاع ان هو يعد لغاية 10. قلت لك انفهالي، يبقى كل اللي انت هتقوله لي ها he couldn't count to 10. يبقى الموضوع كله حبايبي ان انا حولت could لcouldn't، وكده كده جاي وراها مصدر الفعل بدون اضافات، يبقى تاني النفي بتاع could couldn't. طب عارفين حبايبي ان could دي لو جيت في اول السؤال هيجي وراها فاعل وبعدين هيجي مصدر برضو، وكده هيبقى معناه هل، وهجاوب عليها بيس اور نو. يعني لما يجي يقول لي could you build a sand castle when you were little، يعني هل انت استطعت انك تبني قلعة من الرمال وانت صغير؟ طبعا هنا لو كنت بعرف هقول يس واطلع بدل يو بتتحول لاي فاقول يس اي كود. طب ما كنتش بعرف اكيد هقول نو اي كودنت، تاني نو اي كودنت. يبقى اذا كود لما تيجي في اول السؤال حبايبي بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو. نفس الكلام حبايبي كلمة could بتيجي ورا أداة استفهام لو أنا بسأل سؤال بأداة استفهام، يعني هلاقي أداة الاستفهام بتاعتي جاي وراها could وبعد كده الفاعل وبعد كده مصدر الفعل. يعني مثال حبايبي لما يجي يقول لي what could you do when you were 3. What could you do when you were 3؟ يعني ماذا استطعت ان تفعل وانت عندك 3 سنين. هنا بقى لما اجي اجاوب حبيبي هشيل وات وبدل على طول كود مع يو. اه يو بتتحول لاي واجيب وراها كود واجيب بقى الفعل اللي انا كنت بقدر اعمله في الماضي بس لازم يكون مصدر لانه جاي ورا كود. فاشوف بقى انا كنت بعرف ايه وانا عندي 3 سنين اعمل ايه؟ هقول اي كود مثلا كاونت تو 10. يعني انا كنت بعرف اعد لغاية 10. يبقى اذا حبايبي لما يربط لي الاحداث بزمن الماضي، يعني مولي when you were one, when you were two, when you were little, when I was، كل الكلام ده بيبقى ماضي، فبختار could و couldn't. طبعا في سؤال الصورة حبايبي اللي احنا عارفينه كلام بسيط خالص، بيجيب لي صورة بالمنظر ده ويجيب لي فيها اشخاص ويجيب لي شيء مثلا فاعل وبعدين يقول لي could و speak English مثلا، ويطلب مني ان انا اكون جملة واقول لما هي كانت صغيرة كانت بتقدر تتكلم انجليزي. هو ده اللي هو عايزه. طبعا بكون الجملة ازاي؟ طبعا ببدأ بكلمة when. when معناها عندما. اجيب الفاعل بتاعي اللي هو she، يبقى when she. لازم اشوف يا ترى she دي بتاخد was ولا where؟ هتقول لها مصر بتاخد was، يبقى اقول when she was، يعني عندما كانت little، وكلمة little حبيبي بمعنى صغير. when she was little يعني لما كانت صغيرة. احط الكومة بتاعتي وبعدين اقول الجملة اللي عندي عادي جدا، يبقى she could speak English، يعني وهي صغيرة كانت بتقدر تتكلم انجليزي. جيب لي مثلا صورة وقول لي ازاي، قول لي couldn't، قول لي build a sand castle. بنفس الكلام انا عايز اقول وهم صغيرين ما كانوش بيقدروا يبنوا قلعة من الرمال، فاذا هقول حبايبي when اللي معناه عندما،
اجيب الفعل بتاعي اللي هو ازاي. طب ازاي تاخد واز ولا وير؟ هتقول لي وير يا مستر، ليتل ثابته. الجمله الثانيه هقول ذاي، طبعا هنا كودنت، يبقى ذاي كودنت يعني ما كانوش بيقدروا بيلد المصدر ا ساند كاسل، يعني ما كانوش بيقدروا يبنوا قلعه من الرمال. يبقى كل الموضوع حبايبي لما اجي اكون جمله بتبدا بوين، عندما بجيب وراها الفاعل وبعدين واز او وير وبعدين كلمه ليتل، والجمله الثانيه بيبقى فيها كود او كودنت. لو بصينا بقى في الكتاب حبايبي صفحه 111 بيقول لي وي كود ثرو ابول، فقال لي وين وي وير ليتل وي كود ثرو ابول. طب يو كودنت كات اوت هارت، فقال لي وين يو ويو بتاخد وير، يبقى وين يو وير ليتل يو كودنت كات اوت هارت. طب هي كودنت سبيل ا وورد، فقال لي وين هي تاخد واز ليتل، يبقى وين واز ليتل الجمله الثانيه هي كودنت سبيل ا وورد. وبيتنيه ماشي بقى على نفس المنوال كده حبايبي. تعالوا نشوف بقى التمرينات اللي هو مديها لي في صفحه 114 تاكيدا على الكلام ده. بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي اور دي. نمبر 1 بيقول لي احمد كودنت بلاي باسكت بول بات ناو هي. خلي بالك ناو دي يعني الان، هو ما كانش بيعرف يلعب كرة السلة في الماضي، لكن وخلي بالك لكن دي في التناقض، يبقى لكن دلوقتي اكيد بيعرف يلعب. اولا انا هبعد خالص حبايبي عن كودنت وابعد عن كود. لا يا مستر، هتقول لي لان ناو دي من علامات المضارع. طيب طالما في تناقض يبقى بات ناو هي كان، لكنه دلوقتي بيستطيع. نمبر 2 بيقول لي وين اي واز ليتل، لما كنت صغير اي رايد ا بايك. هقول لك واز دي في زمن الماضي، يبقى راحت راحت راحت، يبقى لي مين بس حبايبي؟ كود. نمبر 3 بيقول وين ادهم واز ليت، لما ادهم كان صغير هي كود 8 تو 10. طبعا قلنا كود بيجي وراها مصدر يبقى كود كاونت. نمبر 4 بيقول وين كريم واز ليت، لما كريم كان صغير هي اي سبيك انجلش، برضو نفس الكلام كده، الكلام في زمن الماضي. جميل، يبقى المفروض ياخد كود. طب تعالوا نشوف يلا نمبر 5 ولا اي ال يسترداي سو اي ستيد ات هوم. يسترداي من علامات الماضي، راحت ام واز وار، ما بقاليش غير واز. نمبر 6 بيقول رامي واز ليتل هي كود بيلد ا ساند كاسل. قلنا الرابط هنا معناها عندما اللي هي وين، يبقى وين وين هنا حبايبي مش معناها متى. قلنا وين لما يجي وراها فاعل ما يبقاش معناها متى، يبقى معناها عندما. نمبر 7 بيقول اي تراي تو كاتش ا باترفلاي، حاولت. خلي بالك تراي دي في زمن ايه؟ هتقول لي في زمن الماضي. بات اي، لكن هقول لكن ما قدرتش. طب ما قدرتش دي كانت ولا كودنت؟ لا هقول كودنت لان انا بتكلم في زمن الماضي. نمبر 8 بيقول وين يو وير ليتل، لما انت كنت صغير اي كاتش ا باترفلاي. خلي بالك ان ده سؤال، وان السؤال حبيبي في الماضي هيبدا بمين؟ هتقول لي هيبدا بكود، يبقى كود يو كاتش ا باترفلاي. نمبر 9 بيقول وين هي واز 5 هي اي انجلش، لما كان عنده 5 سنين. خمسة دول كانوا في الماضي، لما كان عنده 5 سنين هي انجلش، اكيد هقول هي كود ريد انجلش، يعني استطاع ان يتحدث اللغة الانجليزية. تعالوا يا حبايبي يلا نشوف سؤال الكلمة المختلف. عندنا build count coat and blow، طبعا كل ده حبايبي في المضارع ما عدا كوت، ورجعها بقى للمضارع بتاعها اللي هو catch. عندنا through built spoke catch، العكس ده مضارع الباقي كله ماضي، واجيب الماضي بتاعها اللي هو كوت. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول word short fat and little، طبعا حبايبي كلها صفات ما عدا كلمه word. word معناها كلمه، انما short قصير، fat سمين، little هجيب بقى اي صفه شكل كلمه happy، وهابي معناها سعيد. نمبر 4 they he she build، هتقول يا مستر طبعا دي كلها ضمائر فاعل ما عدا كلمه build، اجيب مثلا بقى it. تعال نشوف 5 10 7 هارت and 9، طبعا هشيل هارت وحط مكانها اي رقم حبايبي شكل 2. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الثالث، وده اللي بيكلمني فيه عن الايميل. بيقول write an email to your friend Hisham to tell him about what you did in the kindergarten. Your name is Khalid and your email address is khalid30@hotmail.com and your friend's email address is hisham88@gmail.com. طبعا هنا انا هبعت لمين؟ تو مين؟ هتقول لي تو هشام 88@gmail.com. طيب من مين يا حبايبي؟ مني انا. فين عنوان بريدي الالكتروني بتاعي انا؟ يبقى خالد 30@hotmail.com. طب حبايبي قلنا السبجكت، هو بيقول لي قول له عن ايه، اباوت ايه، وات يو ديد، يبقى انا هكتب له كده the kindergarten أو what I did in the
kindergarten. ممكن اكتب له in the kindergarten على طول حبيبي. طبعا قلت ببدأ بdear والاسم، يبقى اذا هقول له dear هشام يعني عزيزي هشام. قلت لازم يبدأ حبيبي اسأله عن حاله، فهقول له how are you يعني كيف حالك، I'm happy يعني انا سعيد، to send you this email يعني انا مبسوط خالص ان انا بعت لك الايميل ده. قلت ده كله ثابت حبايبي في اي ايميل. وبعدين هقول له I would like يعني انا اود to tell you about what I did in the kindergarten. طبعا هبدأ اقول له I loved my kindergarten يعني انا كنت بحب الكيندرغارتن بتاعتي. I could do many things يعني انا كنت بعرف اعمل حاجات كتير، وابدأ اجيب له الحاجات اللي انا كنت بقدر اعملها. I could speak English يعني كنت بعرف اتكلم انجليزي. I could count to 10 يعني كنت بعرف اعد لغاية 10. I could say the alphabet يعني انا كنت بعرف اقول الحروف الهجائية. طبعا حاولوا but I couldn't catch a butterfly يعني ما كنتش بعرف امسك فراشة. I couldn't build a sand castle يعني ما كنتش بعرف ابني قلعة من الرمال. ممكن اختم اقول له write and tell me wholly about يعني عن your kindergarten يعني عن الحضانة بتاعتك. طبعا حاولوا best wishes يعني اطيب الامنيات، واقول له اسمي طبعا وانا اسمي خالد. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده، هو سؤال الترتيب. بقول couldn't ride he a bike يبقى اذا هقول he couldn't مصدر بتاعي ride a bike في الاخر طبعا full stop. count he could when 10 was little he too يبقى اذا هقول when فعل بتاعي verb to be was little طبعا الحاجات دي بقى كلها انا حافظها comma he عندنا could المصدر بتاعي count to 10 يعني كان بيعرف عد لغاية 10. out you hurt could cut خلي بالك ان ده سؤال حبايبي، يبقى هقول could you cut out a hurt يعني هل انت كنت بتعرف تقطع قلب. طب نمبر 4 بقول you can spell a word منى this عايز اقول هل تستطيع ان تتهجى هذه الكلمة يا منى، يبقى هقول can you spell this word منى في الاخر طبعا هحط الكويستشن مارك. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترقيم. بقول when I was little I couldn't climb a tree طبعا الدبل بتاعته وين هتبقى كابيتال في اول الكلام. I was little comma I couldn't climb a tree طبعا حبيبي احط في الاخر في الستوب لان دي جملة عادية، اوعى تفكر انها سؤال طالما وين جا وراها اسم او ضمير فيبقى دي جملة عادية. could Sammy build a sand castle طبعا لما ابدأ بكود يعني ده سؤال. could Sammy build a sand castle طبعا نحط في الاخر question mark، هو محطوط question mark يبقى الاس بتاعت سامي حبايبي.
capital, السي بتاع الكود والاس بتاع سامي وفي الاخر question mark معمولة. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله, وتابعنا في الحلقات اللي جاية وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.